الوغ ليميت إكس تون سينوس ديال تخوا إكس أول حاجة قلنا في ليميت غادي نعوضو عوضنا هنا سينوس ديال تخوا فوا زيرو هي زيرو سينوس ديال خاصها عاقل عليها ديال هي زيرو كوز ديال هو واحد تونجونت ديال زيرو هو زيرو لأن هادو نبقاو عاقلين عليهم وبالتالي هنا لقينا فورم انديتيرميني لقينا فورم انديتيرميني زيرو على زيرو نفكروا في هذه هاد القواعد هادو وبالضبط في هذه الاولى ديال سينوس اكس على اكس لان عندي هنا سينوس 3 اكس على اكس غير يعني هنا فكرنا في هذه الاولى ولكن كيفاش غادي نديرو دائما الا كان هنا 3 اكس خصو يكون هنا 3 اكس لا ليميت تبقى هي 1 باغ ان شونجمون دو فاريابل من طبيعه الحال كان هنا 5 اكس هنا نديرو 5 اكس يعني نفس العدد اللي داخل السينوس خصو يكون هو في المقام ويكون داكشي داخل السينوس وفي المقام بيان سور زيرو على زيرو دونك بحال هاد ليميت هادي شنو غنديرو اي في نضربو في دونك اكس طون 0 في تخوا نفس العدد داخل السينوس هو في المقام إذا ضربنا لتحت في المقام تخوا بس نضربو في علاش هي واحد لان هادي هي ليميت دو تي باغ اكزومبل الا وضعنا ثلاثة اكس هي تي غيبقى حتى هي لان عوضنا اكس بزيرو اكس sinus de t sur t fois 3. Où est dit soit un t, soit un x, moins il y a le sinus de t de t de 0, ou le sinus de x de x de 0, la limite est toujours bien 1. Iden 1 fois 3 est égal à 3, donc la limite est de 3 celle-ci 3. Iden bénal fiché la limite, il suffit jamais de changer la limite ou de faire le maquin. Deuxième exemple. On a la limite x tend vers 0. تانجونت 2 x على سينوس 5 اكس هنا الى عوضنا غادي نلقاو زيرو 0 زيرو دونك 0 لقينا زيرو سيغ زيرو شنو غادي نديرو زيرو اول حاجه تانجونت لاحظوا هنا عندك تانجونت وسينوس عندك جوج ولكن انا في القاعده عندي بجوجهم مقسومين على اكس اذا شنو غندير هنا غادي نقسم على اكس اولا غادي نقسم على اكس يعني غنقسم الباست على اكس وغنقسم المقام على اكس بحال ما درتي والو الا كانت عندك هنا طنجون دو اكس وهنا ساينز ديال 5 اكس قسمت الفوق على اكس وتحت على اكس بحال ما درتي والو ولكن هذه ما كافياش قلنا خاص الى كان هنا دو اكس هنا خاصها تكون دو اكس الا كان هنا 5 اكس هنا خاصها تكون 5 اكس يعني هنا غنضرب في 2 ونضرب اللي قبلتها في 2 حتى هنا نضرب في 5 ونضرب هنا قبلتها 5 دابا هذه غنكتب ايجالا هادي قلنا فيما نشوفو نفس العدد أ إكس هنا أ إكس هي واحد وهادي دو مضروبة وهادي هي تا هي واحد وهادي سانك إذا قلنا طونجون إكس على إكس هي واحد سينوس إكس على إكس هي واحد هادو ما منطلبش باش نبينوهم وحتى ديمونسخاسيون ديالهم شي شوية صعيبة لأن يعني ديمونسخاسيون بطبيعة الحال حنا كناخدوهم كقواعد إذا لا تخوازيام لا تخوازيام ليميت عندنا ليميت إكس طون فيغ زيرو

اكس على اكس بحال قسمتي الباص كامل على اكس والمقام كامل على اكس الوغ كتبقى نفس ليميت نفس الكسر كيبقى هي نفسها هنا ان x اكس على اكس واحد هنا اكس غتختزل مع اكس هنا اكس غتختزل مع e. ولكن هنا الطونجون ديال دو اكس شنو قلنا يكون في المقام خصو يكون نفس العدد اللي داخل صافي هنا في دو حتى الفوق دو شحال عطينا هذا هو واحد بلس هادي حتى هي واحد فوا دو où elle est, est 2. Donc, ça, on a 1 est moins où EDI est, est 3. Et donc, finalement, 1 plus 2, EDI est 3. Elle est moins 2, donc il y est moins 3 sur 2. Donc, la limite est celle moins 3 sur 2. Très bien. On passe maintenant à la troisième limite. À la quatrième limite. Limite a 4, limite X tend vers 0, sinus du X, moins tangente du X. على اكس على بوصون 3 وهذه تتساوي دونك ايغال الا بغينا نحسبوا هذه غتبقى لنا فورم انديتيرميني هنا زيرو هنا زيرو على زيرو في هذه الحاله هذه واخا تبقى واخا تبقى تفرق وخا تبقى دير لي درتي غتبقى عندك فورم انديتيرميني ممكن تحاول مع توقف الفيديو تحاول معها الو حنا شنو غنديرو فهاد الحالة هادي فاش في كنكون عندنا طونجونت و سي و بحال هاكا كنعوض وحدة اون فونكسيون ديال لوخرى مكنخليهمش بجوج الو معروفة ايه. عندنا طونجونت

نحاولو ميبقاوش لي ليميت بجوج هادي إيكال ليميت إكس طونفيغ زيرو مهم مي ميبقاش سينيس أو كوس أو طونجونت بجوج مهم يكون شي ليميت بحال هاكا و لقيت فورم أنديتيرميني هنا أوس تلاتة مهم هاد ليكزومبل هدا بعدا كلاسيك تبقى عاقل منو إلا فاكتوريزينا بطونجونت دو إكس غتبقى لنا هنا كوس دو إكس موان زان إلا عملنا طونجونت دو إكس بطبيعة الحال غيبقى لنا كوس دو إكس و غيبقى لنا موان زان هنا إكس لابويسونس تخوا هنا طونجونت دو إكس خاصها واحد إكس في المقام اذا نفرق هذه نرجعها طنجون دو اكس على اكس ونضرب كوز دو اكس ناقص 1 على اكس اوكار او هذه بطبيعه الحال هذه هي ليميت اكس طنفيغ زيرو هذه هي واحد وهذه تكون مقلوبة لاحظوا القاعده شنو عندنا عندنا ليميت ان مو كوز دو اكس على كوز اوكار كتساوي ان دوم يعني هنا ان مو كوز دو اكس الا ولكن هنا عندنا راحته كوز دو اكس ناقص 1 قلبها خصني نقلبها وباش نقلبها C'est on 1 moins de x et x au carré. C'est bien, Donc la limite, finalement, c'est moins 1 demi. Alors, la limite, 5 moins Cinquième limite, limite, x tend vers 1, cos p sur 2x. على اكس موان زان الوغ الى بغينا نحسبو هاد ليميت اول حاجة نعوضو الا عوضنا غينا بي سيغ دو هنا و كوز ديال بي سيغ دو فوا واحد هي بي سيغ هي كوز بي سيغ دو كوز بي سيغ دو هي زيرو و هنا ان موان زان هي زيرو زيرو سيغ زيرو فورم ان ديتيرميني ولكن هنا المشكل اللي كاين هو لا فورم ان مختلفة شي شو يعني لي كريتور ديال ليميت مختلفة شي شوية Quand on détermine une limite x tend vers a, mais si x tend vers 0, on dit que le changement de variable. On pose, on dit le changement de variable. Qu'est-ce que c'est le changement de variable On change la variable, on pose t, par exemple, il y a x moins 1. Mais quand la variable, est x, on dit que c'est t. a la différence, il y a x tend vers a, on dit que c'est x moins 1. C'est le changement de variable qu'on On a fait le cas de ce cas هذه آه كتكافئ الا بغينا اكس غادي يكون هو تي بلس ا آه حيت بارفو تنبغيو تي اكس اي الا كان كون شوفوا الكتابه هذه نردل معها البال مزيان الا كان اكس طون فير ا آه خاصك تعرف تي طون كوا الا كان اكس طون فير ا آه حيت عندنا هنا اكس طون فير ا آه اكس طون فير ا تي طون كوا كيفاش غادير تعرف تي فين كيمشي تي طون فير لاي عدد شنو هو العدد اللي كيقرب ليه اذا كان اكس طونفير ان آه كتعوض غير هنا ان موان زان هي زيرو الوغ تي غيولي طونفير زيرو اصلا حنا بالضبط هادشي علاش درنا هاد الشونتمون فاريال اكس طونفير ان آه باش يولي عندك هنا زيرو باش يولي عندك تي طونفير زيرو حيت القاعدة اللي القواعد اللي عندنا القواعد هادو اللي عندنا كلهم عندنا اكس طونفير زيرو اكس طونفير زيرو اكس طونفير زيرو الوغ الا كان شي حاجة ماشي طونفير زيرو بحال هاد المثال هدا وهاد المثال هذا هادو بجوج اكس طونفير ان آه و اكس طونفير بي غنديرو فيهم لو شونجمون فاريابل بهذه الطريقه

Soma, et là, nous x moins 1 y est sommes à Je limite. x moins, par en t, envers 0. Cos, il faudra que p sur 2, fois t plus p sur 2. Et là, t. Denk, cos, p sur 2, euh,

حنا القواعد هادو مهمة. سا ديبون على حساب لي اللي الى صعابت كل مره كنحتاجو قاعده اذا موان سينوس دو ا ما كاينش بزاف ديال القواعد المهم على الاقل هادو نبقاو عاقلين اليوم بحال كوس بيسيون ا بيس بلس بيسيون دو بين هي موان سيزو ا الا بغيتي دير رسم واحد الدائره بالزربه باش تفكرهم خد ا مثلا هنا ها هي الا زدتي بي سيو دو دونك غتزيد نص ربع ديال الدائره يعني زدتي هنا غادي يكون هذا ديسطونس هادي شنو علاقه هاد باردون هاد الكوس ديال هذه اللي هي هذه شنو علاقه ديالها بالسينوس كوس باردون ديال هادي اللي هي هذه شنو علاقه ديالها بالسينوس ديال ا متقابلين هاد المسافه هذه وهذه متقابلين آه مهم ما بغيتش نضيع يعني انا الوقت في هادو آه بالنسبه اللي عنده مشكل في هادي. شوف غير لو سايكل تريغونومتري باش تكرى واحد القواعد بسيطه بحال هادنا شنو عطينا هذه غترجع لنا موان سينوس هاد سيغ دو كنحيدوها كيبقى لنا بي سيغ دو فوا تي قاعدة دائما هادي قاعدة فيها بي سيغ دو بالضبط على تي إوا دابا هادي وصلنا لديك الأمثلة اللي كنعرفو موان سي بي سيغ دو تي على تي نفس العدد هنا نفس العدد هنا إذا شنو خاصنا نديرو خاصنا نضربو في داك العدد اللي كاين مع تي يعني غنضربو هنا في بي سيغ دو تي ويضربنا في بي سيغ دو تالفون نضربو في بي سيغ دو و ديال بي سيغ دو تي موان وقلنا شحال هادي هادي هي واحد

la p moins p est zéro, la T, T tendre vers zéro. on équivalent bien sûr il a x je p tu t plus p comme route x. donc limite de limite ou le limite la limite de sinus de x à la x moins p égale limite

على تي دونك هنا هذه هي موان و سينوس دو تي على تي ليميت في زيرو دابا دي رجعنا لديك ليميت اللي كنا كنعرفو ليميت في زيرو سينوس دو تي على تي هي واحد اذا كتبقى لنا موان زان القاعدة اللي خصنا نكونو عارفين هنا هي هادي سينوس ديال أ بلس بي هي موان سينوس دو أ هادو جينيرالمون هادو ركزو غير على هادو لحد الآن نزيد واحد المثال واحد لا ليميت سات لان كان عندنا ليميت بحال هكا اكس طون فيغ زيرو ان موان كوس تخوا زيكس على اكس او كاري هنا عندك ليميت اكس طون فيغ زيرو ان موان كوس تخوا زيكس على اكس او كاري كنلاحظو هادي تتشبه لينا القاعدة القاعدة شنو قلنا فيها ان موان كوس زو اكس على اكس او كاري هنا مكاين كوس زو تلاتة اكس اذا نفس الفكرة اذا كان هنا 3 اكس حتى هنا خاصها تكون 3 اكس ولكن لو 2 او كاري اذا خاصنا هذا الشيء هذا ليميت اكس طونفير 0 ان موا كوز اذا كانت هنا 3 اكس حتى هنا خاصها تكون 3 اكس ولكن لو 2 او كاري نجي ونكتبها بحال نورمالمون فاش ضربت هذه كان اكس او كاري رجعت 3 اكس او كاري بحال ضربتي المقام في 9 اذا حتى هنا بحال ضربتي المقام 3 او كاري ثاني كتضرب 3 او كاري حيت درتي 3 اكس و 2 او كاري 3 اكس او كاري يتسوى اكس او كاري بحال ضربتي المقام في 9 ثاني كتضرب 9 Et est-ce que tu as 7 Il y a 1,5 Où est-ce que tu Donc la limite est 9 sur 2. Alors merci de votre attention. je vous est à Jéj Allah.